ديدي اي 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 والله طلع لي بها يا دقيقه جوال بديه امسك وشاع استنى لا استنى القهوه ابو عجلي جوال المدرسه القهوه ابو بيت جيت هنا فين جيت هنا اقلط 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 يا خوات بركان صح اللي بتاعك القهوه ما جبتها لنا القهوه مو جراهم السلامات شوف السلامات الله يعقل على سلامات فنجان راضي ها فنجان تمره ما خلنا تمره يا مرحبا يا خوالي يا هلا بيضها وجهك يا ابن عارف وجهك والله اتصلنا عليكم ما رديتوا ها اتصلنا عليهم وش اتصلت عليهم اي والله اتصلت عليهم ولا ردوا علي حوتوا علي قلنا عليك تقدر عليهم والله ما رضيت عليهم انت كان رايحين انت كنت معي عليهم خوالي بطمر بطمر اجدار اسمع حمادي احنا ما طقنا الباب عليهم لان اقرب بيت لنا لك ها اقرب بيت اي كان عندنا انت حلو ورجيناك انت بكره ان شاء الله مش قاعد حول بيتهم صبقها 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 يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا تمر ما في تمر الله بيض الله وجهك يا بركان هذا كان اختبار نجحت فيه احصاء نجحت يلا نجحت في هذا هلا هلا ابو منيف انت حي اشتراك يا حرام والله كم بس نعم يعني ما ولا يعطيك قصص حق ما شاء الله ما شاء الله شكل المرضة يا بركان ما شاء الله هذا ركوني يا بركان والله يعييكم قالت لك امك قالت لك امك يا ركان انت سيبوه انت امورك طيبه الحين البس الثوب الله يبقيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم تو زالت الجلسه زالت لا زالت زالت الامور عندك طيب الحمد لله ولا اللي صار صارت امرك ويعذر اسبوع من الله امور حياك الله كل وقت حياك الله يا بركان كرمك الله يا بركان تعال يا ركوني تعال تعال يا حبيبي تعال تعال حبني 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 ما شاء الله تبارك الله اي صف انت اي صف ولا ما رحت ابتسامه ها ابتسامه الروضه يعني اي الروضه ابتسامه اي لا تعلم اسم المدرسه يا حبيبي اسم المدرسه اسمع هذه 500 ريال حبيبي ركوني هذا هذا غلا هذه اسمع ركان هذه تعطيها ماما ها عشان سويت القهوه وسويت الحلوى وسويت والله لو جاي يسوي لك قهوه بكره اسمع الجاب هلا عشان شوي وبجيب اسمع وبجيبك عبد المحسن عبد الله الله يخليهم لك عطى والله تعطيه والله تعطيه والله تعطيه والله تعطيه عطى يلا اكرمك الله يا بركان السلام عليكم جايتنا دعوه لحضور مباراه الفيحة والتعاون بما ان احنا بالمجمعه والشباب انتم كلكم من اهل المجمعه فاكيد انكم فيحاويه يعني يستاهل الفيحة يستاهل الفيحة انا معك في الرياض ها شيء يضيع الفيحة انتوا بحاويه خلاص اليوم بحاويه ها فيحاويه طبعا فيحاويه ان شاء الله يلا توكلنا بنشوف المباراه بكل التوفيق لنادي الفيحة ما شاء الله تبارك الرحمن
سلام يا جمهور الفيحة.